أهلا بكم من جديد. نتوقف الآن مع صفحات التواصل الاجتماعي ونبدأ بتويتر، إذ نشط هاشتاج بعنوان اليوم العالمي للتطوع والذي تفاعل معه المغردون، إذ كتب فايز العاصم: أتفاعل مع الآخر لأني أحتاج لهذا التفاعل، لا لدين ولا لمذهب ولا لجنس، الإنسان هنا فوق كل الاعتبارات. وكتبت مرام الشهري: التطوع يضيف للحياة حياة. ولمناقشة واقع التطوع في السعودية معنا على الهاتف المديرة التنفيذية لمركز تسامي الأستاذة لجين العبيد. أهلا وسهلا بك لجين. أهلا وسهلا لجين. خليني أسألك أول شيء عن تقييمك للبرامج التطوعية في السعودية. البرامج التطوعية اللي بالسعودية ما زالت أعتقد أنها في بدايتها، يحتاج لها الكثير من التطوير، يحتاج لها الكثير من تفعيل الأفكار المستدامة أكثر. نعم. أو لابد من قياس مقدار التأثير على المجتمع. طب إيش العقبات اللي بتواجه المتطوعين في السعودية، خصوصا يعني في عدم وجود مظلة شرعية ربما تدعم أعمالهم التطوعية؟ قد يكون أكبر عائق للمتطوعين في السعودية هو عدم وجود أي جهة تحتضنهم وتطور أفكارهم أكثر. أغلب الجهات يأخذون الأفكار تكون تحت اسم الجهة نفسها وليست تحت اسم المتطوع. نعم. أو أنها لا تدعمها إذا أن الأفكار لا تناسبها. أها. طب إيش تطلعاتك لهذا المجال؟ كيف ممكن يعني تنحل، أو إيش شايف الوضع فين رايح؟ أتمنى طبعاً أن يكون في مراكز تطوعية أو منظمات تطوعية غير ربحية تحتضن هذه المشاريع التطوعية، تحاول عبر الاحتضان أنها تطور من فعالية المشاريع التطوعية بشكل أكبر، بحيث أنها لو طورتها بحيث تكون مستدامة أكثر يكون الإمباكت حقها أكبر على المجتمع وهكذا. نعم. طب انت حضرتك لجين، يعني حضرتك المديره التنفيذيه لمركز تسامي، ايش الخدمات اللي بتقدموها، وهل يقدم المركز كمان خدمات على مستوى المملكه؟ مركز تسامي تم انشاؤه لاحتضان المشاريع التطوعيه، يعني هذا هو الهدف الاساسي من انشاء مركز تسامي. طبعا احنا الحين تركيزنا الاساسي هذه السنه راح يكون على الرياض، لكن لا مانع من احتضان بعض المشاريع التطوعيه في بعض مناطق المملكه. نعم. وما في شروط للالتحاق؟ مفتوح الالتحاق بالمركز؟ راح يكون على الموقع قريبا طريق طلب انضمام. نعم. طلب انضمام للمتطوعين وطلب انضمام للمشاريع، فأي أحد ممكن يروح هناك ويدخل وعلى طول يكون الرد جاية في يوم أو يومين. يعطيكم ألف عافية لجين، واتمنى لكم أكيد الله كل التوفيق إن شاء الله. المديرة التنفيذية لمركز تسامي الأستاذة لجين العبيد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نبقى مع تويتر، إذ نشط هاشتاج عميد كلية الباحة يمزق رسومات موهوبة. الهاشتاج جاء كردة فعل على تنزيق عميد كلية العلوم والآداب في محافظة بلجرشي والتابعة لمنطقة الباحة لوحات معرض تشكيلي أثناء حفل الافتتاح المقام تحت رعايته أمس. وتعود تفاصيل هذه القصة إلى قيام الطالبة هند الغامدي بإقامة معرض تشكيلي داخل أروقة الجامعة التي تدرس بها بعد التنسيق مع الدكتورة المسؤولة عن النشاط بالكلية. وحددت الغامدي موعد المعرض وبدأت بالاستعداد له منذ 3 أشهر تقريبا، وكتبت عبر حسابها في تويتر: حضر عميد كليتي ولكن لا ليدعمني، بل مزق اللوحات وأضاع كل جهدي بغمضة عين، واكتفى فقط بإرسال رسالة نصية لإحدى الأكاديميات في الكلية قال فيها: تم إتلاف اللوحات، خلوها تسامحني. وفقا للغامدي فقد كتب العميد في سجل الكلية الذي كان موجود بالمعرض عبارة تشير إلى الارتقاء بما يفيد المجتمع. من التغريدات التي جاءت حول هذا الموضوع كتبت نوف: الرسمات لا تليق بمكان تربوي، وكونك مربي رجع لها الرسمات بأسلوب وفسر لها تصرفك، لا داعي لتمزيق اللوحات. منى العبدلي كتبت: هذا التصرف يعد عنفا ضد المرأة، ولو كان الفنان رجلا ربما لم يتجرأ أحد على فعلته. على كل المشاهدين، وبما أننا في اليوم العالمي للتطوع، فقد قام أحد المغردين بافتتاح معرض تشكيلي لها، لكن هذه المرة على تويتر، ممكن تتابعوه طبعا على تويتر.
الآن مشاهدين خلينا نروح لليوتيوب واخترنا لكم هذا الفيلم القصير بعنوان التطوع. هذا الفيلم لا يعرف بأهمية العمل التطوعي فحسب، إنما يعرف أيضا عن التميز والإبداع الذي وصل إليه الشباب. نشاهد. What is sustainable development? Sustainable development is most frequently defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. This idea contains within it two key concepts. Needs. In particular, the essential needs of all of us. Now over 7 billion as a world population. And limitations on the environment's ability to meet demands due to these needs. How these two concepts interact or are best balanced is sustainable development. For example, here are some needs. Do any of these conflict with one another? Clean air to breathe is important, but also a means of transport. Which would you choose? And how would you make your decision? If within ourselves we have conflicting needs, how much is that multiplied when we look at a whole community, city, country, world? What happens when a company's need for cheap labor conflicts with workers' needs for livable wages? Or when individual families' needs for firewood conflict with the need to prevent أما من صفحة سيدتي النت على الفيسبوك فاخترنا لكم منها اليوم انقسام المجتمع الكويتي بين مؤيد ومعارض على قرار المجلس الأعلى للقضاء بقبول أوراق الطالبات خريجات كليتي الحقوق والشريعة في حال تقدمهن للحصول على وظيفة باحث قانوني مبتدئ وكيل نيابة، ما يعني دخول المرأة الكويتية القضاء بعد نضال طويل. وتباينت آراء السياسيين والقانونيين حول هذه القضية، إذ ربط البعض منهم الأمر بالمسائل الشرعية، وآخرون أكدوا عدم وجود نص دستوري ولا شرعي يمنع عمل المرأة في القضاء. للإطلاع مشاهدينا على حيثيات القضية وآراء المختصين يمكنكم زيارة صفحة سيدتي نت. نختم مع حساب سيدتي نت على تويتر وفكرة جديدة لرفض التحرش تعرفوا عليها من المغرب، إذ تم رفع شعارات أمام قبة البرلمان من قبل شابات وشباب مغاربة للاحتجاج على كل أنواع التحرش الذي تتعرض له المرأة سواء في الشارع أو أماكن العمل وغيرها من الفضاءات، والتي تشعر فيها المرأة بأن وجودها غير مرحب به وقد تتعرض فيه للتحرش. واستعان منظمو التظاهرة بشابين يحملان ساقين خشبيتين طويلتين ليظهر حجم التخويف والترهيب الذي تقاسيه المرأة في الفضاء العام. ننتقل مشاهدينا الآن إلى جدة وزميلتي جيهان وخلود معهم أخبار المشاهير.